عمرو زوم دلوقتي قصه حلوه قوي هحكيها لكم واحنا بنتكلم معاه. عبد الله ناجي ده لاعب منتخب مصر للملاكمه بيلعب في بطولات ودورات وحاجات بتحصل في امريكا. عارفين الافلام الاجنبيه اهو معانا اللقطه بتاعته هو داخل يلعب. الافلام الاجنبيه اللي هو ايه يجيبوا لاعب يلعب منافسات مع لعيبه محترفين في العالم. هو بيلعب دلوقتي مع لاعب من امريكا يقال انه اللاعب ده لا يهزم يعني بيكسب على طول. نزل ولابس شعار طبعا فلسطيني يا ربنا يا رب وعلم المصر كمان وعلم مصر طبعا اهي اللقطه اهي مع حضراتكم ويفوز على واحد من ابطال البطولات ديت. البطولات دي مش بطولات تبع الاتحاد ولكنها بطولات مهمه جدا بطولات جماهيريه مهمه جدا في امريكا. يفوز بهذه البطوله حاجه عظيمه جدا. شفنا اللقطه ديت على السوشيال ميديا وقلنا لازم يكون معانا نتكلم معاه ونفهم منه ايه اللي بيحصل. ادام حاجه مشرفه لمصر علم مصر ادام بيترفع في اي مكان نحب نمشي وراه على طول. معايا عبر الزوم الان من امريكا عبد الله ناجي لاعب منتخب مصر للملاكمه. عبد الله مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا بحضرتك سيري اهلا بحضرتك. لا فهمني الاول بقى عشان المشهد كله مشهد بطولي جميل حلو عجبني وعجب زملائي في البرنامج فقلنا لازم تكون موجود معانا. فهمنا بقى فهمنا الصوره ديت اللي قدامنا صورتك وانت داخل تلعب مباراه مهمه جدا. ايه البطوله دي بتلعب اتفضل. انا اولا كنت جاي معسكر تدريبي دراستي عشان عندي بطوله بلجيكا ان شاء الله في شهر 2 ان شاء الله 2024 هاي. بس في خلال المعسكر كان في لاعب انا اصلا لاعب كيك بوكس مش لاعب كيك بوكس واحترفت في تايلاند بعض الدول يعني عظيم. بس في خلال المعسكر عرضوا عليا مباراه ملاكمه ضد لاعب امريكا كان اللاعب اللي قدامه فاضي يعني هم عرضوا عليا المباراه. حلو. طبعا اللاعب ده ريكورده في الهواء 26 مباراه بلا هزيمه فدي ثاني مباراه احترافيه ليه بلا هزيمه هم كانوا بيعملوا بس لعبت المباراه الحمد لله ربنا كتب لي النصر الحمد لله كانت مباراه صعبه بس الحمد لله ودعم النصر عظيم جدا. استاذنك بس كابتن عبد الله عشان اكمل معاك الحوار بشكل واضح لو في صوت جنبك عالي نوطيه شويه عشان اسمعك كويس. طيب هو كابتن عبد الله وانا حاليا في الجيم ففي تدريب بس لو انت في الوضع انت في التدريب اصلا وانا في الصاله حاليا يعني عندي تدريب عظيم 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 عظيم. انا سامعك انا سامعك مش ممكن مش بوضوح 100% بس سامعك يعني. طيب كابتن عبد الله انت موجود اصلا مع منتخب مصر؟ لا انا لاعب محترف منتخب مصر ده تبع الهواة. انا المحترف المحترف ده بيبقى زي محمد علي فؤاد كده ومايك تايسون هي المباريات دي. اما الهواة زي الاولمبياد والبطولات يعني اللي تبع الهواة. عظيم. انا بلعب محترف بلعب احتراف بقالي بقالي 6 سنين تقريبا. المباريات اللي انت بتروحها دي او البطولات ديت بيبقى ليها جماهيريه كبيره؟ طبعا الاحتراف زي يعني اكبر مباراه في العالم في الاسمه اليو اف سي في مباراه العالميه حاجات جدا يعني اكبر حاجه. كابتن عبد الله في تايلاند المواي تاي تايلاند المواي تاي ده بيقوم على اقتصاد الدوله. عظيم. الاحتراف رياضه كبيره جدا. عظيم عظيم كابتن. انا مبسوط قوي بصورتك اللي قدامي ديت وانت رافع علم مصر وراك صوره عظيمه وبتفرح دايما. ان شاء الله دايما على مصر باذن الله هيتفقع باذن الله دايما ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عبد الله كابتن عبد الله انت موجود اصلا عايش في مصر هنا ولا عايش بره مصر؟ هو انا في مصر بس انا بسافر كتير يعني انا في بقالي سنتين تقريبا نزلت مصر اخر شهر سافرت تايلاند. لما كنت في تايلاند رحت تايلاند قعدت هناك حوالي خمس شهور قعدت بقى في مباراه الحمد لله ثلاث مباراه خسرت مباراه واحده كان فيها كلام بس يعني الحمد لله خسرت المباراه دي. وبعديها طلعت على هونج كونج وبعد كده رجعت مصر تاني فكنت اقعد هناك شويه بس لقيت الرياضه يعني الرياضه هعرف اقعد هناك فسافرت رحت معسكر امريكا نجز. عظيم. شفت انت فيديوهاتك وهي منتشره جدا على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت دي الناس كلها بتتكلم عنك. تمام كابتن عبد الله سامعني؟ تمام حضرتك. بقول لك شفت الفيديوهات انتشرت جدا الفتره اللي فاتت تحديدا الفيديو اللي قدامي دوت الفيديو وانت داخل تلعب انتشرت جدا على السوشيال ميديا. يا امور كويس على الميديا صحيح. كابتن عبد الله ناجي
لاعب المصري اللي احنا شايفينه امام حضراتكم اهو، كان من اكتر الناس اللي منتشر على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت، وهيفوز على لاعب امريكي لم يهزم من قبل. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. بس اي حاجه فيها عالم مصر بتشد الواحد، سبحان الله يعني. هي بطوله وحاجه عظيمه جدا، لقطه حلوه يعني، لقطه جميله زي لقطه الافلام بتاعت امريكا كده. بالظبط، فيلم روكي بقى، واللي هو البطل اللي جاي من تحت المغمور اللي بيكسب بطل العالم. خلي بالك هوليود المخرج برضو بيقول لي زي محمد صبحي فهم كده، زيزو حبيبي. لا زي محمد لا دي ما فيهاش حقنة. احنا عندنا افلام مصريه برضو. احنا بس الكوبي بقى. لا ده كان تخريف، سوري، مصريات تخريف. طب ما نقول حلم العمر. طيب حمادة هلال. لا بس هو شكله لاعب محترف، لاعب كبير يعني، ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. كريم، الناس بتتفرج على اللقطه دي، بص هتاخد 3 4 ثواني بالكتير قوي، دقيقتين بالكتير قوي، دقيقتين بس. صدقني ورا الدقيقتين دول سنين عمر. صح. تعب وشقى. برافو عليك. تعب وشقى. برافو عليك. احنا النهارده احنا بنلعب لعبه جماعيه. صح. بس انا المفروض مش عارف هقول الكلام ده، بس ده حقيقي، انا بحس كده ان الناس دي بتتعب اكتر مننا. الناس اللي بتلعب العاب فرديه دي بتتعب اكتر مننا. صح. السبوت كله على لعب كره القدم. صح. بحكم ان هي لعبه شعبيه. طب ما هو انت طالما السبوت الاعلامي موجود على لعيبه الكوره، فانت هتلاقي الامكانيات كلها رايحه لعبه الكوره. لكن هتلاقي في بلاد تانية هتلاقي الباسكت زي امريكا مثلا، فتلاقي السبوت على الباسكت، فتلاقي فلوس الباسكت عاليه جدا. صح. التنس في دول كتيره جدا هتلاقي التنس فلوسه. لكن احنا بنتكلم لعبه شعبيه في العالم. طيب قالوا لي كابتن عبد الله داجي معانا تاني، عايز يقول رساله مهمه. كابتن عبد الله انت معايا؟ اتفضل يا فندم. قالوا لي ان انت حابب توجه رساله. انا بس عايز اقول حاجه بس على هوا، كان نفسي اقولها. عايز اشكر والدي ووالدتي. اتفضل. من سنتين اكثر من سنتين بعيد عنهم، لان بسافر كتير واستحملوني، فانا حابب اشكرهم على انهم استحملوني بعدي عنهم، وهم والدتي الله يبارك لها ضحت بيا كتير يعني. فانا عايز اشكرهم وبوعدهم ان شاء الله ان انا هشرفهم ان شاء الله كتير، وهشرف بلدي واهل بلدي باذن الله. ونشكرهم معاك كابتن عبد الله ان هم جابوا لنا بطل زيك كده. ان شاء الله ربنا يكرمك دايما وتفرحهم طول الوقت، وتفرح الشعب المصري كله. كابتن عبد الله ناجي، لاعب المصري، لاعب كيك بوكس، اللاعب اللي بيتالق في امريكا دلوقتي وبيلعب بطولات مهمه جدا وبيتالق جدا.